العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائريين. يا كذاب يا بطار يا رخيص، تبوني نعدين يمات يماك. الجزائر قوة، قوة ضاربة. قالك الجزائر قوة ضاربة، باه باه بخرق وبقاع، باه قوة ضاربة الجزائر باه. العالم كله عارفها باللي قوة جهوية. تسكر كي تسكر نورمالمون يعطيوك لي جو يروح تلعب بعيد، ما تجيش تخطب قدام الناس. انت يا رايح المقر الوزاري ونعب على باباك الحلو، راح تقول لهم الجزائر تخرج 250 ألف جامعي. دولة اللي تخرج 250 ألف جامعي سنويا، بقى لي أنا ما نشكك في الشباب تاعها. 250 ألف حراق تخرج الجزائر، 250 ألف شومار نهار كامل هو واقف في القهاوي باش تخلص له القهاوي. تلقى النهار كامل هما يقزموا في البلاد، نهار كامل هما ينتقدوا، نهار معليش الانتقاد بليه، الانتقاد البناء يخليك يعني تفوت المراحل أخرى، ولك ما تقزمش بلادك. كاميرا الشروق الإخبارية صبيحة اليوم كانت قد وثقت فرحة عارمة من طرف أحد المواطنين الجزائريين، لكن الفرحة هذه المرة بعد نجاحه لاقتناء علبة أو دلو من زيت المائدة من 5 لترات كاملة. فنتابع الفيديو. راني فارح أخويا بالكاسة والكاس تاع الزيتة، راني فارح أخويا بارك الله فيكم، راني فارحين أنا جبناه أو جابوا السيمي. تحية الزيت تحكم إن شاء الله. أنا مواطن، جيت لاسيبيلات هذه تاع بوهراوة هنا، جابوا الزيت قالوا راه كاين الزيت، جيت بديت بدون زيت. ها هو هذا معنى الله عليكم، بهدلتوا بينا أمام الجناس، بدلتوا بينا قدام العالم. جاي يقول لي يأمنوا بالقدرات تاع الغير، هما دايرين روحهم ما كي ما يلقاش روحو النظام هذا، ما يلقاش يبقى يتخبط، ما يلقى واش يدير بها. يقول لك المغرب هو العدو، سنغلق المجال الجوي. المغرب يجب أن يعتذر. وعلى واش يعتذر؟ تبهون على واش يعتذر المغرب؟ على واش يجب أن يعتذر وخلاص؟ وكيفاش بيو على واش؟ وغير فهمنا برك وقلنا هذا قسام المغرب هذا، على واه يا سيدي حمال يدين، على واش يعتذر على الجرائم اللي دارتها فرنسا، إبان الاحتلال الفرنسي.